مشاهدينا بهذه الفقرات القادمة سنتحدث عن موضوع يعني يهمنا كلنا بالدرجة الأولى، وهي قضية العزاب في السكن الخاص. مشكلة للأسف هي صارت أزلية، مضطرين نحن نقول فعلا هي مشكلة أزلية. هل ما في أحد راضي يحلها؟ أو المسؤولين عن حل هذه القضية هم مو من هالبلد، مو كويتيين، ما عندهم أهل وجيران وناس وأقارب قاعدين يعانون هذه المشكلة وينقلون هذه المشكلة، مسؤول مو راضي يحلها أو مو قادر يحلها أساسا. هذه المشكلة لها تبعات وأثار اجتماعية وأمنية وأخلاقية خطيرة جدا، ويمكن شفناها وموجودة، وإحنا ما نذيع السر في هذا الأمر. الصحف كل يوم قاعدة نشوفها وقاعد نقرأ فيها، والسوشيال ميديا قاعد نقرأ فيها هذه الأخبار، والضبطيات اللي قاعدة تصير، والبيع الخضروات الفاسدة اللي قاعد يصير، والحالات الأخلاقية اللي قاعدة تتم كثيرة بسبب هالعزاب اللي ساكنين في هذه المناطق السكنية. وللأسف أيضا يتحمل هذا الموضوع بعض المواطنين اللي يسمح بسكن العزاب في منزله الخاص، وقد يسعى إلى أنه يكلم أحد من هنا أو هناك، تكفى لحد يقرب صوبي. أيضا مو معقول هذا الكلام. اليوم راح نتكلم عن هذه القضية بشكل مفصل مع ضيفنا الكريم، ونشكره لقبوله هذه الدعوة. تواجد معنا الدكتور حسن كمال، عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة العاصمة. مساء الخير دكتور حسن، وحياك الله معنا. مساء الخير وأشكركم على هذه الدعوة، سعيد أن أكون معكم الليلة. احنا اسعد، الله يحفظك وقواكم الله وبارك الله فيكم وجهودكم حضرتك وباقي زملائك المجلس البلدي. واليوم يعني نتشرف تواجدك ويانا ونتكلم عن هذه القضية وقضايا أخرى أيضا إن شاء الله، نسعفنا الوقت. لكن اليوم هذه القضية، قضية مشكلة العزاب، هل ترى بأن بالسكن الخاص يعني هل ترى بأن الجهات المعنية قاعدة تتحرك وهذا الأمر وهذه المشكلة قاعدة تقل، ولا ما في حل وقاعدة تزيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد الموضوع مثل ما تفضلت فيه موضوع مهم، وأرى بأن الموضوع في ازدياد، يعني المشاكل قاعدة تزيد مع الوقت. وإذا لاحظنا بأن قضية العزاب يمكن بالسابق كانت منحصرة في منطقة منطقتين، الآن قاعد تزيد. لمعرفة السبب لابد من تشخيص العوامل التي تؤدي إلى زيادة سكن العزاب في السكن الخاص. لو نلاحظ بأن أغلب المناطق هي المناطق القديمة، خلينا نقول منطقة الجيل الثاني والثالث، والأغلبية بيوت ورثة أو بيوت صارت قديمة، الملاك عادة يعني أجرون هالمنازل هذه اللي يمكن الكويتيين والمواطنين بشكل عام أو العوائل ما ترغب فيها يأخذونها العزاب. يمكن إذا كمثال مباشر منطقة جليب الشيوخ، منطقة جليب الشيوخ الآن فوضى فيها بشكل كبير، وهي تقريبا تعتبر مركز العزاب كسكن في دولة الكويت. ترى فيها بيوت ناس، فيها بيوت ناس سكن خاص متأذين، وهذيلة بعد راح قبلها كانوا عدد المواطنين والعوائل أكثر. نعم. ولكن مع المضايقات مضطرين بأن يخرجون يسكنون في مناطق قريبة أخرى. يعني أنا أتذكر في ناس تواصلوا معانا هني بالتلفزيون عن نفس هذه القضية دكتور، يقول والله احنا ساكنين في هذه المنطقة، يعني ما احنا قادرين نتحرك، ما احنا قادرين نطلع من البيت نركب السيارة ونروح الجامعة ولا نروح الدوام، ولا ان صايرة العملية كاني قاعد ابوق شغلة بسرعة بسرعة، بروح بشكل سريع ما حد يشوفني وبرجع بشكل سريع، ويخاف ان الواحد يطلع. امر ما بسيط. لا، المنطقة هذه الان تقريبا منطقة يعني خلينا نقول فيها جميع المشاكل الموجودة اللي مع الوقت قاعد تتزايد. جلب الشيوخ وفيها كثافة، يعني جلب الشيوخ الآن فيها تقريبا 500,000 نسمة موجودين هناك في المنطقة، وأغلبها طبعا من الوافدين فيها. نعم. ولكن شنو الأسباب اللي خلت وكيف نعالج هذه المشكلة؟ يعني هذيل عمالة موجودة، يمكن نسبة منهم مخالفين ولكن أغلبية منهم نعم. عندهم إقامات وملتزمين وعلى حسب القوانين، ولكن بسبب السكن، عدم توفر السكن في مناطق الكويت المختلفة، مضطرين بأن يسكنون في المنطقة. ايش دعوة دكتور؟ شو ماكو سكن ما شاء الله العمالة؟ لا، العزاب الحين العزاب كسكن وكتكلفة معينة، تكلفة محدودة، أغلبهم عمالة هامشية، خلينا نقول عمالة اللي يعني يدوب معاشه يمشي حاله، واغلبهم لو تلاحظ يعني ربع معاشه يستهلك يعني وثلاث ارباع يحوله قديرته، يعني هو يشتغل ويترزق. فتكديسهم في هذه المنطقه وعدم وجود رقابه من البلديه ومن الداخليه من الجهات خلينا نقول الاخرى، هي اللي سبب ايضا في زايد المشاكل، مشاكل بيئيه مثل ما قلنا، ضغط اكو الان على جميع وزارات الخدمات، الامن مثل ما تفضلت فيه، امنيا ترى هناك تقريبا منطقه يعني صعوبه امنيه. لأن خلنا نرجع نقطة إلى الخلف، كل ما تزيد الفوضى كل ما تزيد المشاكل. على أساس نخفف على الأمن، نخفف على البيئة، ونخفف على وزارة الأشغال الصحي، ونخفف على أيضا وزارة الكهرباء والماء، ونوفر الخدمات بشكل متناسب، لابد أن يكون الوضع نظامي، ولابد من تنظيم المنطقة. بالفوضى الحالية بالعكس المشاكل قاعد تزيد،
وايضا للاسف الشديد هالمشاكل هذه قاعده تنتقل الى مناطق اخرى اللي هي خيطان مثلا، والحين يمكن السالميه قطعة 12 بعض القطع هناك اللي قاعد نشوف بان العزاب في ازدياد هناك. نعم. وفي مناطق داخليه اليوم وانا جاي بالطريق عندي نعم. مكالمه بان جارنا جار واحد يشتكي لي بان جاره هم مأذيه نفس الشيء بسكن عزاب. هذا مو مسؤوليه المختار دكتور؟ الان الجهات المعنيه في هذا الجانب عده جهات، يمكن بلديه الكويت لها دور رئيسي لان تقطيع هذه لو تلاحظ انت معماريا يتم تقطيع هذه القسايم او المباني من الداخل الى غرف. نعم. اذا تقطيع أرباع. لا غير اثمان وارباع واسداس. هذه اللي في الجليب الشيوخ، هذه اللي اذا نروح حق الجليب نتكلم ترى هي مشكله ساهمت فيها ايضا الدوله بان عطت هذا الوثائق المشاع. نعم. وخلت بالسدس والثمن وغيره. صحيح. والان وقفتها الحين اصحاب هذه خلقت مشكله ووقفت قاعد تتابع المشكله الان ما حطت لهم حل ويتحملونها. طبعا انا اقول البلديه تتحمل وايضا وزاره العدل يتحملون هالمشاكل لما تراكمت يعني الاعباء صارت على الجهات الاخرى. يعني مو الوافد اللي سوى هالمشكله وتكدس بهالمكان، كل وافد يروح عند اقاربه المتواجدين في اي منطقه، واغلب الوافدين اغلب اقاربهم في هذه المنطقه موجوده. الحين طيب الدوله سوت هالمشكله كبلديه وكعدل وكغيره، هالمسؤولين مو راضين يحلونها الان سنوات طويله. إيه؟ وإذا ما حلوا هالمشكلة مثل ما قلنا راح تنتقل إلى مناطق أخرى. خلينا نعرف شنو الحل، لأن هذيلا يعني عندنا لو تلاحظون إحنا ثلثين بثلث، ترى ثلثين من, من 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 السكان هم غير كويتيين وثلث. نعم. كويتيين. صح. هالثلثين يبي لهم سكن، وين يسكنوا؟ مو كلهم عزاب زين، خلينا نقول العوائل قاعد تسكن في المناطق وفي العمار. كل بلد فيها منطقة عمالية دكتور. لا الآن فيها سكن عمالية، منطقة تكون مكان بعيد ويكون فيه باصات مخصصة لنقل هؤلاء الموظفين الشرعيين. قاعد أتكلم موظف وفعلا عنده دوام عنده وظيفة. لهذا السبب خلينا نقول شو شخصنا الحين المشكلة، شنو الحل؟ الحل في المدن العمالية. عندنا خمس مواقع للمدن العمالية للأسف الشديد لم يتم انتهاء من جزء كبير منهم. شو موجودة المدن هذه قائمة على المخطط؟ يعني المواقع موجودة جاهزة، يعني مواقعها أي محددة خلاص. يمكن في صبحان بعض المناطق الأخرى تم بناء بعض المجمعات، الآن في شركات مستفيدة وقاعد تأجر وحط عمالها هناك. هذه الأمثلة أو المواقع لابد أن تزداد في مناطق مختلفة بالكويت اللي توفر عمالة خلينا نقول او سكن للعمال الموجوده، بالاضافه الى ان تعمل لك انت سكن عمال لابد ان يكون لك الاقل عام، عرفت شلون؟ مواصلات عامه، باصات، قطارات، هالامور هذه، او خلينا نقول مترو، هذه كلها تساعد. دكتور في شركات محتوى وين مترو؟ احنا ما نوصل مترو خلص. لا المفروض 2018 عندنا المترو، بس هذا البطء اللي قاعد يصير في تنفيذ برامج الحكوميه. هذا هو اللي قاعد يسبب لنا هالمشاكل اللي قاعد يراكمها. والبرامج الحكوميه هذه منو اللي قاعد يقوم فيها؟ مو هم كويتيين؟ ما هم هم المسؤولين؟ ما هم هم مواطنين من الاساس والصبح يروح يصير هو مسؤول وصاحب قرار؟ يعني هم يعني نفسهم هم المسؤولين يعني عن المخططات. الحين هذا خلينا نقول الانجاز بشكل عام، الكل يدري بان هناك بطء في تنفيذ البرامج والمشاريع الحكوميه، وهذا البطء اللي قاعد يصير في التنفيذ هو اللي قاعد يراكم للمشاكل. الان عندنا مدن عماليه لازم وسائل نقل جماعي، بالاضافه الان احنا مثلا قرينا في المجلس البلدي بان صاحب المصنع يستطيع ان يبني على 10% من مساحه ارضه يعني سكن لعماله، وايضا المصانع وغيره وغيره، هذه نوع من المساهمات. في شركات كبرى يعني ما شاء الله تحترم نفسها دكتور، وانه لما ياتي بعمال حق هذه الشركه يروح ياجر العماره كامله وخليهم سكن له. احنا اعطيناهم زياده بان داخل مناطق تشوينه هم يقدر يحط سكن حق عماله، يبي عماله في الموقع ما يبي يوديهم منطقه سكنيه. هذا كان موقع صناعي مثلا ممكن، لكن في موقع مثلا سوبر ماركت كبير، مثلا موقع شركه سيارات، مثلا موقع شركه ملتزمه. انا ما اقول في ناس ملتزمه، اي قاعد توفر اماكن خاصه وتاجر لهم عماره كامله وتسكن عماله، لكن الشاهد اللي موجود الان المشكله يعني الداخليه نشوفه والله بين فتره وفتره في بعض هذه المناطق وتحمل بهالباصات. لا لازم حطت الدوله مجانا، تعال سافر من غير غرامه، روح المطار وسافر. لا لازم يكون حل جذري، يعني الحل الجذري هذا بايجاد مساحات واماكن للسكن العمال بشكل عام. الحين الشركات تلتزم لها اسلوب طريقه معينه، وفي ناس في عماله موجوده مو متابعه للشركات، تابعه للافراد. نعم. زين كيفيه توفير هذه المواقع؟ الحين سكن العمال موجودين، المواقع اللي قلنا خمس مواقع، والان ما نبي ننقل هالمشاكل للمدن الجديده. الان مثل المدن الجديده عند مدينه المطلع، جابر الاحمد، جنوب صباح الاحمد، هالمناطق، جنوب سعد العبد الله، هذه المناطق لابد ايضا من المؤسسه العامه للرعايه السكنيه عليها دور بان تحط مواقع للعماله الموجوده في هذه المنطقه. والله الحل اللي شفناه على ارض الواقع السكراب كان موجود في منطقه سعد العبد الله وشالوه بعد ما اشتكت الناس وشالت وحطت، شالوه ودوه
منطقة على طريق السالمي نعايم إيه ودوا هناك النعايم ووضعوا هناك ناس يعني حل والأرض صارت فاضية قالوا ليش ما تبنون فيها مساكن أيضا هل هناك يعني قصور من قبل المجلس البلدي تجاه هذه القضايا وإن رأيت القصور ما هو القصور وإن كان هناك قصور سابق ما هي الحلول اللي حلتوها لبعض المشاكل اللي كانت موجودة في عهدكم دكتور بعد الفاصل إن شاء الله استكمل حواري مع حضرتك فاصل ولا نعود ابقوا معنا دكتور حسن أنتوا كأعضاء مجلس بلدي هل أنتوا أحد أسباب هذه المشاكل الموجودة وأنكم أنتوا قاعد تعرقلون هذه العملية بسبب مطالباتكم الكثيرة لا لازم يصير كذا ويصير كذا ما في مرونة معاكم أم فعلا أنتوا قاعد تقدمون الحلول وفي أطراف أخرى هي قاعد تعرقل هذه العملية والله بخصوص المشكلة هذه سكن العزاب مثلا والفوضى اللي قاعد تصير في المناطق هذه بعضها اللي قلنا الجليب والسالمية مع الخيطان يعني احنا تقدمنا من بداية مجلسنا من 2013 تقريبا باقتراحات بتنظيم هذه المناطق تنظيمها والاستفادة يعني من هذه المواقع المميزة الآن جليب الشيوخ بالسابق كانت منطقة بعيدة الآن تعتبر في قلب المنطقة نعم. الحضرية نعم. الآن منطقة تقريبا تعتبر مهمة قريبة من المطار من المناطق الاستثمارية وغيرها أستاذ جابر رياضية. هذه المنطقة من الممكن استفادة منها بشكل يعني كدولة ممكن استفادة من هذه المنطقة بشكل متكامل بما يخدم المناطق الجديدة نعم. ترى الآن لو تلاحظ عندنا المدن الجديدة اللي قاعدة تطلع بالشمال والجنوب هذه الجليب صارت بالوسط صحيح عرفت شلون؟ فاكو مبادرة من أحد الإخوان يمكن ناصر البرغش تقدم فيها بالسابق يعني مع مجموعة من الشباب تقدموا فيها باستغلال المثلث الذهبي مثلا نعم. ولكن هذه المبادرات أيضا ممكن استفادة منها من الرؤية الموجودة أيضا تشجيع الشباب على تقديم مالهم في هذه المناطق فلهذا السبب يعني من الممكن عمل شيء وإحنا حاولنا من المجلس من البداية بأن هذه المناطق اللي فيها فوضى لابد من معالجتها زين كيف تعالج الفوضى هذه الموجودة بإعادة تنظيمها مثلا الآن إعادة تنظيم إذا الحكومة يعني ما تبي تثمن عادة نتكلم عن التثمين مثلا أو خلينا نقول يعني استغلال هذه المناطق بشكل مباشر القطاع الخاص أيضا من الممكن أن يساهم في هذا الجانب فهناك رؤية ولكن وضع الأمر كما هو عليه بهالاسلوب هذا اللي قاعد ينقل لنا المشاكل مثل ما قلنا ينقل مناطق اخرى، احنا بدورنا بالمجلس قدمنا اقتراحات ايضا لمنطقه السالميه لخيطان يعني مثلا ايش قدمتوا دكتور؟ يعني مثلا منطقه السالميه اعاده تنظيم هذه المنطقه. ما هي كلمه مطاطه اعاده تنظيم اعاده تنظيم، شلون اعاده لا تنظيم؟ اعاده تنظيم يعني لا ابن عيد القار مثلا السالميه خلينا نقول الجليب مثلا وخيطان يعني ما يصير نخلي الفوضى بالاسلوب هذا اللي صار هذا اللي حاصل لان مثل ما قلنا مشاكل امنيه مشاكل بيئيه مشاكل اخلاقيه نعم. غير عن الضغط على اللي قاعد يسبب لي عبء على وزارات الخدمات الكهرباء والماء والاشغال وغيرهم هذول متاذين ترى بعد هناك نعم. على اقل مطره اقل مشكله هم متاذين في خدمات في محلات ما لها ترخيص دكتور هذا الجانب الاخر بعد انتم بلديه يعني هذا قصور البلديه كمجلس بلدي في محلات قائمه تبيع وتشتري وهي ما عندها ترخيص صح هذا القصور الرقابي من البلدية بالرقابة الحين بين فترة وفترة يعملوا لهم بعض الجولات بس هذا ما يكفي مو بهالاسلوب اللي يعني كبسات او معين قبل اسبوع او 10 ايام مره دكتور انا اكون معك صريح وواضح وشفاف واحنا دائما تعودنا بلقاءاتنا تكون شفاف وحضرتك يعني تتقبل كل الاسئله بصدر الرحب ويعني فرصه انك موجود ويانا انت اليوم متهمين كبعض اعضاء المجلس البلدي يحاول ان تبقى هذه المشكله حتى يجبر الدوله بشكل او باخر الى التثمين كي يستفيد من هو يدلي بصوته إلى هذا المرشح أنه يا جماعة اصبروا ما عليك ترى إحنا راح نسعى إلى تثمين هذه المناطق راح تتثمن يعني أنتم كأنكم قاعد بالكويتي قاعد تحدون الدولة على التثمين يا جماعة أنتم سبب المشكلة حلوها بالتثمين ما في إلا تثمين مدى دقة هذا الكلام الآن هل في ناس يعملون في المجلس مثلا أو غيره ما شفت أنا بشكل واضح بأن يدفعون للتثمين يمكن يطالب بحل كتثمين ولكن إذا الدولة عندها حل آخر غير التثمين خلاص تقدم فيه هذا اقتراح يتقدم فيه كتثمين واحنا ندري التثمين لابد ان تكون الحكومه ايضا حريصه جدا لان هذا كله يتعلق في سوق العقار بشكل عام نعم. تثمين منطقه واحده لازم تثمن الاخرين ولازم تعاملهم بالمثل وايضا هذه السيوله اللي راح تكون بالسوق ما اعتقد ان ما راح تاثر بشكل مباشر على سوق العقار فالدوله لابد ان تقدم رؤيتها ما قدموا الدولة ما الآن الرؤية ما شوف وين رؤيتهم في الجليب ما إحنا سألتوا إحنا قاعد نقدم اقتراحات إيه شو يردون عليه الآن الاقتراحات كلها في نطاق البلدية وزير البلدية فقط يعني أكثر من كذي مو قاعد تروح يعني حتى المشاكل اللي الأفكار اللي نعطيهم إياها على حسب القانون الموجود قانون البلدية الجديد
فقط في نطاق البلدية والمجلس البلدي وأيضا وزير البلدية. تجد هذا بأن نوعا ما إغلال ليد أعضاء مجلس البلدي بشكل غير مباشر؟ هذا يعني إيه يعني بمعنى عام القانون أو المجلس البلدي مو بقوته مو بدوره كالسابق يعني. يمكن 5 على 2010 هو دكتور. من الممكن إيه يعني قانون 2005. 2005 كان غير عن 2070. الآن يانا يعني قانون 2016 بعد هذا بعدم. في بعض المشاكل عندي تحفظات عليها وخاصة مسألة الوزير لاتخاذ القرارات. فالمجلس من الممكن أن يكون فاعل، الحكومة من الممكن أن تكون فاعلة بتعاون ثلاث أطراف. خلل من أي واحد فيهم هذا المجلس وهالبلدية هذه مع الوزير هذيلا راح هم اللي يعرقلوا المشكلة. ثلاث أطراف وزير البلدية ومدير عام البلدية اللي تتمثل في الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي طبعا بالرئاسة الموجودة وبالأعضاء الموجودين. فهذا التعاون بعد هالقانون ما اشوف انه يعني كانه مع احترامي لكم ما في دور خلاص. اذا الوزير اتخذ القرار وقانون من قبل مجلس الامه كان مجلس الامه يمشي ضدكم الان بشكل او باخر يعني. الان ترى مساله ال 100 يوم هذه علامه استفهام كبيره. الان الوزير ينطر اي موضوع اكثر من 100 يوم يسحبه يتخذ قرار فيه. انت اذا سلبت صلاحيات المجلس وقلت المجلس تاخر انت بتتخذ قرار بعد ليش حاط المجلس؟ حط كل شيء ب 100 يوم وسكروا المجلس هذا. وهذا اللي حصل الان. هذا حصل يعني الان عند الوزير ترى اربع قرارات بالجلسه بعد بكره يعني متخذ قرار فيهم لانه ظل في المجلس اكثر من 100 يوم. وايضا الامانه وبعض الجهات داخل الهيكله هذه والمنظومه اللي مو مرتبين، فوضى معينه موجوده داخل اداريه بلدي؟ داخل الامانه العامه داخل خلينا نقول المجلس بالبلديه ايضا بعد ما يلامون دكتور الناس اللي بتمشي شغلها، الدوله بتمشي شغلها، ليش يقعد عندكم 100 يوم؟ لا الدوله ليش يقعد عندكم 100 يوم يعني ليش ما تكونوا سريعين يعني؟ مهمت السبب في 100 يوم بان اكو معاملات مو قاعده تجيك بشكل متكامل، عرفت شلون؟ يعني تبي تحل هم المجلس الامه خلينا نقول مده ولا مجلس الامه يوم عدلوا بالقانون كانوا بغوا يحلون مشكله تاخير بعض المعاملات داخل المجلس. من الممكن ايجاد اليه داخل المجلس للحل. عطى الصلاحيه للرئيس، عطى الصلاحيه لمكتب المجلس، عطى الصلاحيه لجهه اخرى بس من ضمن نطاق المجلس البلدي. اما تعطيه مثلا الوزير بهالكيفيه هذه انا عندي تحفظ وراح اتوقع بان راح تكون مشاكل كبيره في المستقبل اذا تم اتباع هذا الاسلوب في اتخاذ القرارات الموجوده. واحنا بشكل عام في المجلس البلدي خلال الفتره هذه ما قصرنا في المشاريع الحكوميه بالذات، مشاريع الاسكان، مشاريع النفط، مشاريع خلينا نقول وزاره الاشغال، وزارات الخدميه كلها كنا نمشيها بشكل متسارع حتى ما كنا ندقق على بعض التفاصيل الدقيقة لأن قلنا الجماعة مشروع حكومي بشكل متكامل. فإذا أكو شغلات معينة تبي يحلونها أو بالمنظومة نفسها كيان المجلس البلدي مفروض بعد هم لا يهتز بهالكيفية هذه إذا تبي أداء جيد. هل ترى بأن في المستقبل القريب هو محاولة لإلغاء هذا المجلس من المجلس البلدي يعني بظل هذه القوانين اللي تظهر بين فترة وفترة دكتور؟ في مؤشرات في النهايه والله. فانتم كيف تقرؤون هذه المؤشرات كأعضاء؟ انا شخصيا نعم. شخصيا مو الغاء المجلس، خلى المجلس زين، وجود مجلس منتخب موجود وهذا بشكل عام جيد، نصفه معين بس نصفه معينين هم يكون موجه وشكلي يعني اذا بيمشي على هالتصور يعني اذا في عمليه جاده في اشراك المجلس البلدي لابد من ان تزيد من المشاركه الشعبيه في اتخاذ القرار لان تزيد من خلينا نقول اصحاب الاختصاص او خلينا نقول اصحاب القرار اللي يساعدونك في اتخاذ قرارات صحيحه. واقع الحال في الزياده ام في النقصان؟ في النقصان انا ما اشوف. نقصان في اتخاذ القرار الشعبي في انه يتخذ مصيره في اتخاذ القرار اي يعني هذا الحين بعد يعني هذا موضوع ومواضيع اخرى. شنو ممكن ياثر سلبي عليكم دكتور او ياثر على المجلس البلدي في هذه القوانين بين فتره وفتره لتقليل وتقليص دور المجلس البلدي؟ اذا ما له دور طبعا او خلينا نقول في تقليص القرارات راح تشوف انت بعض المشاريع او بعض المعاملات او بعض القرارات اللي تصدر ما تكون بالجديه او بالاهميه الموجوده. لما تكون هناك سيطره خلينا نقول نعم من جهه بقوه القانون يعني لما تقول لي انت الوزير ويتخذ القرار خلاص سيطره حكوميه يعني عدل ولا نعم. مجلس الوزراء اللي مثله بالوزير وهذا في القرارات خلاص خلت تتخذ القرارات فيها في القرارات الحاسمه خلينا نقول او القرارات المهمه نعم او حتى الغير مهم هم الغير مهم حق الحكومه يمكن مهم حق خلينا نقول المواطنين واصحاب المعاملات. هذا راح ياخذنا سؤال يعني غريب وعجيب، كيف ان الانسان اليوم يسعى بان يترشح وان يعرض نفسه وان يكون مرشح لعضو المجلس البلدي في ظل ان المجلس البلدي كل فتره وفتره تتقلص قراراته او صلاحياته؟ مو انت لازم هم تنزل وتشارك بطريقه معينه وتعطي اصحاب الاختصاص لازم يوصل الرساله. لانك ترى لمن المجلس يقلص هم الرغبه بالمرشحين راح تقل.
لو نلاحظ ترى حتى المرشحين ما في مرشحين كثار اصحاب اختصاص ترى قاعد يرشحون، لان القانون 2005 مثلا قلص مقارنه في 72، فراح نشوف بان هناك عزوف من اصحاب الاختصاص في المجلس الفني بسبب تقليص صلاحيه هذا المجلس. الان هل احنا مؤمنين بان المجلس هذا مهم، المشاركه الشعبيه مهمه؟ احنا 10 ب16 سمعنا باشياء كثيره، الان سمعنا بيزيدون العدد، بيدوبل العدد، بيصير 30 واحد، انذان بيصير نظام خلينا نقول محافظات وغيره. من الممكن تحسين ادائه، بس لابد من عمل دراسه وافيه وبنظام خلينا نقول ياخذ بالاعتبار الاداء الفعلي للمجلس. يعني الان احنا بالمجلس عندنا قرارات، عندنا لو تلاحظ انجازاتنا بالبدايه يعني مترو سكه الحديد، يعني مشاريع الدوله التنمويه كلها مشت، يعني مثلا مخطط الهيكلي اللي يمثل اساس كل مشروع. بس برجع نقطه الى الخلف، ترى مشاريع الدوله ولادتها وبدايتها كلها من المجلس البلدي والبلديه، يعني ماكو مشروع ينفذ على ارض الواقع الا بعد يعني دراسه فنيه من البلديه وموافقه المجلس البلدي على هذا المشروع، بعدين الارض تسلم الى الجهه لتنفيذ مشروعها. فاحنا ما عطلتوا شيء، مشيتوا كل شيء بشكل سريع، لكن اذا في عطل على ارض الواقع فهي مو من المجلس البلدي، من قبل يعني الاداره التنفيذيه المعنيه بتنفيذ هذا المشروع. على سبيل المثال جنوب سعد العبد الله، احنا كنا متحفظين من باب ان اكو عوائق. انا ما اعطي الموقع هذا لمدينه جنوب سعد العبد الله الى المؤسسه العامه للرعايه السكنيه بعوائقها. يا بلدية الكويت يا جهات الاخرى شيلوا العوائق بعدين عطوها حق الاسكان على اساس انه تسلم وتنفذ بطريقه سليمه. الان 4 سنوات أو 3 سنوات في مشاكل بالتنفيذ لانك عوائق، لابد من ازاله العوائق. شيء جيد بان الاسكان يقومون بهالدور، منطقه تسلم لهم، بس جهات الحكوميه الاخرى اللي صاحبه العلاقه لابد بان تساهم وتساعد ايضا في يعني انجاز هذه المشاريع. المجلس البلدي واعضاء المجلس البلدي كيف او ما علاقتهم مع هذه العوائق وازاله هذه العوائق، وما هي القرارات المنوطه فيهم اللي يجب ان يتخذونها؟ بعد الفاصل اسمع من حضرتك الاجابه بمشاريع اخرى مختلفه مقبله عليها دوله الكويت بعد الفاصل. معنا مشاهدينا احد المواطنين اللي عندهم هذه المشكله اللي نتكلم عنها، وهي مشكله سكن العزاب، وهو ممثل اهالي منطقه السالميه قطعه 12 تحديدا، الاستاذ حسين بوشهري. استاذ حسين مساء الخير وحياك الله معانا، وكان الله في عونكم بهذه المشكله. يا ترى شنو المعاناه اللي حاب تنقلها للمشاهد الكريم والمسؤولين؟ يعطيك العافيه حبيبي، مشكور وما قصرت، ومشكورين على المقابلة مع الدكتور حسن، والله يعطيك الله يعافيك، حياك الله حبيبي، تفضل. تسلم حبيبي، يعطيك العافية أخوي راشد، وشكرا على المقابلة المداخلة، وأشكر الدكتور حسن والله يعطيكم العافية. معاناتنا من المنطقة صار لنا تقريبا اليوم 18 سنة حبيبي. 18 سنة؟ 18 سنة، 18 سنة بالضبط، احاكيك 18 سنة نعاني من قطعة 12 السالمية. نعم. ماكو وزير ما ناشدته، ما في أحد ما ناشدناه، ما قصر وزير الداخلية معالي وزير الداخلية، وما قصر مدير الأمن ورئيس مخفر السالمية اللي يومية تفتيش بالبريج ويشيلون عزاب. العزاب اللي يشيلونهم يجون غيرهم. نفس اليوم اللي يطلعون يجون غيرهم، نفس اليوم أقول لك، مو يومين ثلاث، نفس اليوم. اللي مسيطر على المنطقه واحد مقاول. نعم. والبيوت هذا العزاب، احنا شو اقول لك، يعني ادش انا رايح بيت ابوي تنكر بنزين، حفاره، هاف لوري، سكس ويل، يعني متعدين 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 بصراحه اقول لك متعدين. يعني الوزير ما قصر العام. الله يذكره بالخير، عيسى الكندري بشهر 5 مع المهندس احمد المنفوحي، وقال له منطقتكم ان شاء الله خلال سنه منتهين منها. هذا الحكي السنة اللي فاتت 2015 2016 شهر 5 2016. نعم. اجتمعوا الدواوين كلها بدوانية واحدة، قعدنا تقريبا احنا 50 واحد، ويانا الوزير الصبح ما قصر ابو عبد الله. ما شفنا منهم اي شيء بصراحة اقول لك، ما شفنا لا من مهندس احمد المنفوحي ولا من الاستاذ عيسى الكندري ولا شيء. اليوم نفس المعاناة ان احنا نعاني فيها، رحت للمعالي الوزير وما قصروا ويانا، شالوا عزاب، شالوا خمور، كل شيء كل شيء بمنطقتنا، لا تقول لي ما في شيء مو بمنطقتنا. منطقتكم سكن خاص، سالمية قطعة 12 سكن خاص، عدل؟ سكن خاص ولد عمي. نعم. انتم مو مقصرين ويانا، ترى انتم ويانا من 10 سنين، انا اشكر جريدة الراي وتلفزيون الراي.
حياكم الله، مكانكم ومحلكم، لكن انا اقصد الان كم كويتي تقدر تعطيني احصائيه قريبه، يعني كم بيت كويتي موجود؟ شوف احنا تقريبا انا حاصر المنطقه 121 بيت سكن خاص. نعم حلو. نعم وعندنا 65 بيت عزاب. كم بيت عزاب؟ 65 بيت عزاب. 65 بيت. وملاك 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 هالبيوت استاذ حسين؟ ولد عمي ملاك هالبيوت، اخذها مني على بلاط اعطيك اياها. ملاك هالبيوت كويتيين. ملاك هالبيوت كويتيين، بس شنو؟ طبعا الكويتي ورا تباع البيت على ناس متنفذين طيب واضح، ومخلي البيت اجره. اي واضح السالفه، اجر البيت كل شهر ياخذه. انا جاري 1000 متر، تدري كم غرفه بالبيت؟ يعني قبل هذا البيت كان فيه تقريبا 11 غرفة. جاري أدش عنده وروح أتغدى وتعشى عنده جاري. نعم. اليوم لما باعوا البيت خذ واحد من المتنفذين، اليوم البيت هذا 62 غرفة. هذا أكثر من عمارة. إيه والله العظيم اثنين. يا 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 والجريدة العام وصوروا وكل شيء. 62 غرفة يعني 62 مكيف. وين البنية التحتية؟ وين شو أقول لك؟ ما مكيف الكهرباء تقطع لنا. لا لا إحنا ما نبي، ولد عمي الناس حسبان إحنا نبي تمن المنطقة، ما أبي تثمين. يا تشولوا لي العزاب، يا تحطوا لي، يا تخليها استثماري عشان أبيع استثماري. أما أبيع بهالوضع ما حد يشتري مني. نعم إحنا متأذين متأذين متأذين. أناشد أنا الوزير والمدير العام، عنده خبر المدير العام مهندس أحمد، عنده خبر المهندس احمد، عنده خبر على المشاكل اللي احنا فيها. البعض يقول لك ليش ما تحول بيتك انت ما دام الناس البيوت اللي حوالينا كلها سكن عزاب، انت حول بيتك سكن عزاب، سوي فيه 50 غرفه واطلع اسكن برا واجر مكان ثاني يدخل لك اكثر من لا لا اقصد لا اقصد استاذ حسين، يعني احنا انا اتكلم معاك ابجاريهم وهم شلون يفكرون، يعني هو المسؤول هذا شلون يفكر؟ يقول لك يا اخي انت سوي لك 50 غرفه بالبيت يطلع لك اجار مبلغ وقدره، وروح خذ لك احسن منطقه، خذ لك بيت ب 800 دينار 700 دينار واجر فيه. يا ما فكرتوا هالتفكير هذا مثلا؟ تدري شو قبل 4 سنين قلت حق الوالده الله يخليها يطول بعمرها امين، خلي امي ايش رايك ابيع البيت اشتري لي بيت مكان ثاني؟ كان يما جيراني وين اروح؟ فلانه وفلانه وفلانه وين اروح منهم؟ والله لو توديني بقصر ما اقدر اطلع من بيتي. صح بيتي. صح يعني تدري العيون شو اقول لها؟ صح ولا صح. انا ودي من 4 سنين بايع البيت، بس تقول انا وين اروح؟ الجيراني هم لما تبيع الظلم بعد، او اعتقد يمكن يجيب لك مبلغ لانه في اجار، يعني اجار مخالف ما ادري. طيب حسين يعني رسالتك استاذ حسين، رسالتك اذا في اجارات والله بيشترونه وايد، اذا الناس مخليه الموضوع كذي على كيفه. 65 بيت اشد الظهر بال 65 بيت ذيلا مو قادرين يسحبونهم. الان هذا البيت مقام لغير الغرض اللي انشئ من اجله، هذا انشئ من اجل ايش؟ سكن اسره كويتيه داخل هذا البيت، والان قاعد يستغل هذا البيت خلافا للغرض اللي انشئ من اجله، يعني يخالف قانون الاسكان. عدل ولا لا؟ قدمتوا شكوى بالاسكان؟ قلتوا يا الاسكان تعالوا شوفوا على البيوت هذه شوفوها. ولد عمي حبيبي قدمت شكوى بالاسكان. نعم الداخليه البلديه مجلس البلدي كل مكان قدمت 50 شكوى قدمت. لا حياه اللي انتم اعلان المنطقه كلهم قدموا ماكو باي. طيب الان رسالتك استاذ حسين الاخيره شنو حاب تناشد من ختاما؟ والله ولد عمي انا ناشد وزير البلدية، هذيل إخوانك وعيالك، وأحمد المنفوحي يا أخي هذيل إخوانك وعيالك، إذا أنت ترضى على إخوانك وعيالك بهالموقف هذا، أنت لو تشوف الفري تعال يوم بس يقعد تعال بالدوانية عندي وقعد أشوف المشاكل، شوف المشاكل. نعم مو بالكويت، أقسم بالله مو بالكويت. البنغالي أبو خيط لابس لي هذا اسمه بالأفانيلة علاق وما شو أقول لك. نعم طبيعي بيته حياته كذي، هو ما تقدر تلومه يعني، ولا مكان متوفر له ما تلومه، بس قدامه هل واحد يمشي لي بوزار كني قاعد ببنغلو انا بالهند طيب. بنغلاديش نعم. شو اقول لك؟ مو وضع كويتيين يشوف كذي. وصلت الرساله حسين، بارك الله فيك حسين بوشهري ممثل تفضل. وانا اشكر وزير الداخليه اللي ما قصر ويانا مع مدير الامن، مو مقصر بصراحه شهاده لله، الله يعطيهم العافيه. بارك الله فيكم على انكم انتم الله يعطيكم العافيه على تحملكم، وايضا هم مشكورين بعض المسؤولين القائمين في دورهم، وهذا دورهم وواجبهم في النهايه. واعتقد الرساله وصلت الان، اعتقد المهندس احمد المنفوحي يعني سريعا ما يستجيب لمثل هذه القضايا بشكل سريع، ولكن نتمنى ان شاء الله ولا غريب عليه هو وباقي زملاء المسؤولين أن يحلون هذه المشكلة. حسين بوشهري ممثل منطقة قطعة 12 منطقة السالمية، شكرا جزيلا لك.
دكتور حسن، هذه قضية الآن وهذه معاناة كبيرة، ويقول لك أكثر من كم، أكثر 65 بيت، وعنده إحصائية 65 بيت اللي قاعد يتم استغلالهم وتأجيرهم إلى غرف عزابية، والبيوت الكويتيين 121 بيت. لا احنا يعني قاعد نتابع مسألة السالمية بعض المناطق هذه اللي قلنا فيها مشاكل، وقدمنا اقتراح في المجلس البلدي من 7 أعضاء بتنظيم هذه المنطقة. لما نقول إعادة تنظيم المنطقة كانوا اقترحنا بأن السالمية أكو عدة قطع بأن تحول إلى استثماري، والقسائم الصغيرة تستملك من قبل الدولة لتحسين وتطوير البنية التحتية في المنطقة. الآن لمن تعمل هذا وتعيد تخطيطها أعتقد راح يكون إنصاف لأهالي المنطقة. ولكن الوضع الحالي أنا عندي قانون اليوم، قانون الإسكان، البيت قاعد يستخدم لغير الغرض اللي أنشأ من أجله. الآن مو يقول أنا قعدت مع مدير عام البلدية، ويقول مع وزير السابق قعدت، الان نعم. وزير السابق عضو مجلس الامه، نعم. ونائب رئيس مجلس البلدي، نعم. خليه يحاسب، نعم. او خليه يدفع، نائب رئيس مجلس الامه اسف، الان الجماعه هذين موجودين، ووزير الحالي ايضا موجود، خليه يهتمون في الموضوع ايضا. العمليه والموضوع هو في مجلس الوزراء ترى هناك، يعني انتم ما لكم علاقه كمجلس. احنا عندنا راح نوافق على الاستعمال، تغيير الاستعمال وعلى التنظيم، على هذا اللي احنا قاعد نطالبه، لان احنا فعلا قاعد نحس في معاناتهم، في معاناته هني ومعانات جليب الشيوخ ومعانات خيطان. ليش قاعد نقول هالمعانات هذه موجوده؟ فاتخاذ القرار النهائي مو عندنا. برايك ليش ما يحلونها القضيه من متى؟ يقول لك اكثر من 18 سنه، يعني اذا عنده ولد الحين، ولده ما شاء الله تبارك الرحمن خريج ثانويه عامه، واحده من الاسباب اللي انت تفضلت فيه، ليش ما تطلع برا وتبيع وهذا، وفي مجموعه بتشتري مثلا، عرفت شلون؟ ان السكان الاصليين يطلعون وغيره، وبعدين المنطقه هذه تتغير استعمالها في المستقبل. بس احنا ما نبي نمشي على النوايا، هناك سوء إدارة، عدم القدرة على تطبيق القانون. كل شيء بكشفه بالنية، في مؤشرات دكتور، في مؤشر أمامي على أرض الواقع واضح، ما أحتاج إلى النية. يعني في أحد حاسب مسؤول قال ليش ما طبقت القانون؟ ما حد حاسب، أحد حاسب أحد؟ ما حد حاسب أحد، كل من يعطي حكي وتمشي الأمور وخلاص. الآن وزير الأسكان ليش ما حاسبه؟ ليش ما سأله؟ مو هذا سكن خاص؟ ما في كويتيين ساكنين فيه، ليش ما سحب البيت؟ ولكن ماخذين وثائقهم، بيوت القديمة، المناطق الإسكانية، وزير الإسكان معني فعلاً. ولكن المناطق هذه الآن الموجودة يمكن البلدية معنية، المالية معنية، والعدل، عرفت شلون؟ مع يمكن الأمن وهذه الجهات هي تتابعها، يمكن الفوضى فيها البيئة وغيرها وغيرها. ولكن البلدية لها دور رئيسي، أعتقد وزير البلدية مع مجلس الوزراء بشكل عام لهم دور، مع الميزانية المالية لهم دور رئيسي في خدش الحياة العام، يعني من خلال ملابسهم وغيره، وهم ثقافتهم في بلدهم كذي، قاعد ينقل لي ثقافته هنا في بلدي أنا، ثقافة محافظة، وغلط يكون هنا أصلا مختلفة، يعني ثقافتي محافظة، كيف أنا الناس هذا قاعد تنزل في أماكن مثل هذه الأماكن، يعني صاحب البيت قاعد يبيع وقاعد يستلم راتبه. طيب من المقصر قبل أن نختم هذه الحلقة دكتور؟ من أبيك توجه له الرسالة مباشرة، المقصر فلان وفلان وفلان، عليهم يتحركون، من المقصر والأمر هذا متعلق فيه؟ أنا ما أتكلم فقط عن السالمية، عن المناطق اللي حضرتك، خيطان، العزاب. العزاب الآن إذا بنتكلم عنها هي تنظيميا مسؤولية بلدية الكويت، وتساعدها وزارة الداخلية في تطبيق القانون في هذا الجانب. الآن هذيلا هم اللي عليهم طبعا المسؤولية الكبرى، المسؤولية الكبرى، يمكن يساعدونهم وزارة الشؤون ودعم العمالة، مو دعم طيب العمالة، محافظ المنطقة، محافظ المحافظة نفسها، المختار منطقة، شنو لا دور الآن هذيل الأساسيين، بعدين عندك جهات أخرى، المختار ما نشوف له دور، مع أن له دور رئيسي، له مختار، مفروض كل منطقة وكل أرض وكل شارع، مفروض كل بيت لازم يعرف منه ساكن ومنه، يعني تقريبا قاعد يستخدم المناطق، عنده عناوين وعندك ال يعني لما يرفع تقارير تؤخذ فيها المختار؟ لا المختارية للأسف مختارين ما نشوف لهم دور رئيسي، مفروض المختار مع المحافظ لهم دور أيضا أقوى من كذي، وأيضا جهات حكومية اللي تساعدهم مثل الخدمة المدنية مثلا، البطاقة المدنية، الخدمة المدنية، يعني مسألة البطاقة المدنية والخدمات الأخرى، مفروض هذيل أيضا كلهم متشاركين، فالمحافظ لازم له دور أكثر، وأيضا المختار أعتقد أكثر، مع الداخلية بالإضافة إلى البلدية التي تراقب في هذا. ما نبي الفوضى اللي قاعد نشوفها في بعض المناطق تنتقل إلى مناطق نموذجية أخرى، وبعدين نفقد نموذجية هذه المناطق في المستقبل. نعم. ختاما دكتور حسن، ما التشريع اللي تتمنون أن يحصلون في دورة الانعقاد المقبل لمجلس الأمة حتى يخدم المجلس البلدي ويعيد إلى يعني اتخاذ للقرارات اللي تخدم الوطن والمواطن؟ يعني مجلس الأمة السابق يمكن حاول وعمل ندوات معينة لتحسين القانون الموجود، قانون البلدية 2005 اللي الآن قانون الجديد 2016،
إذا لاحظ هو عبارة عن شقين، شق يتعلق بالمجلس البلدي وشق يتعلق في البلدية. شق البلدية يعني عطى صلاحية أكثر ودور رقابي أفضل للبلدية لمراقبة الفوضى اللي قاعدة تصير، وأعتقد هذا إيجابي أيضا. ممتاز. الشق الثاني المتعلق في المجلس البلدي يعني بالعكس قام يحصر المجلس البلدي في إطار أضيق وأضيق، يعني فأعضاء مجلس البلدي من الممكن يعني بما أن أكو وزير فوقه يفلتر، الحين تعدينا مرحلة الفلترة، الوزير ينطر 100 يوم، إذا أنت ما اتخذت القرار بيأخذ القرارات وبيتخذها، فهذا أيضا سلب أعتقد غير سليم لمجلس البلدي. من الأفضل الآن أن المجلس البلدي برئيسه بالأمانة هذه يشوفوا لهم آلية داخلية بأن المعاملات لا تتأخر، إحنا مشكلة داخلية نحلها داخليا، مفروض ما تعدي ما توصل ال 100 يوم. وأيضا البلدي والبلدية الكويت جهاز تنفيذي يكون متعاون بأسلوب بأن لا تعطلون المشاريع وتكون آراء متكاملة. للأسف بالسابق لقينا بعض الآراء فنيا غير متكاملة، من الممكن أن تكون يعني قراراتنا غير سليمة فنيا لأن نتيجة هذه الدراسة. لهذا السبب إحنا أي قرار لابد أن يكون مرفق في دراسة فنية. فشنو تطلب من المجلس القادم مجلس الأمة من تشريعات قانونية قد تساعدكم في المرحلة القادمة؟ يعني إحنا قانون 2016 إحنا الحين انحصرنا في مسألة الوزير، يعني عرفت شلون؟ إعادة النظر في هذا القانون 2016 إعادة النظر فيه 2016 في بعض البنود عندنا إياها اللي خاصة مالت الأمية يوم وأيضا تحسين أداء الأمانة أمانة العامة هذا عندكم داخل اللي صراحة مو مهتمين فيها كأمانة. هذا مسؤولية رئيس مجلس البلدي، رئيس مجلس البلدي والأمين العام، وأيضا الآن هناك لخبطة إدارية بدخول الوزير الموجود، يعني عادة الوزير دخل على الخط، أي وزير الآن يمسك يعني الحين اللائحة التنفيذية مو خالصين منها، فهم هناك بعض التفاسير الداخلية مو عارفينها. ودي أذكر نقطة، بلدية الكويت ختامة الآن يعني صراحة حزبي نفسي مجلس بلدي عضو مجلس بلدي، مجلس بلدي صار يمكن أكثر من 60 سنة ما يعرفون البلدية الكويت ولا مكتب الوزير شنو تصنيف عضو مجلس بلدي، هل هو قيادي أم لا، عرفت شلون؟ إلى الآن أول أمس فديوان جهات الرقابية ما تعرف تصرف بعض المميزات خاصة مالت السيارة الحين، مو عارفة الحين 6 شهور واقفين مو عارفين عضو المجلس البلدي هذا قيادي ولا مقال، ما ندري شنو صنفه. 60 سنة مجلس موجود، أعضاء موجودين ما تعرفون شو تصنفونه، صوت الشعب موجودين أي وهذا، وإحنا بعدين كل ما أدري يعني أنا كل ماله وقاعدين يحاولون ينزلون من قدر المجلس على الدكتور حسن كمال عضو مجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة العاصمة، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا. شكرا جزيلا، شكرا لكم على الدعوة. كل الشكر لضيفنا الكريم، مستمرين معاكم بعد الفاصل.